بعد مرور شهر على إعلان خطة التيار الوطني الحر المؤلفة من 10 نقاط لمواجهة فيروس كورونا، عرضت نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي لما تحقق، والبداية تعداد لبعض عوامل النجاح التي مكنت القائمين على الخطة من متابعة تنفيذها. جهوزية التيار التنظيمية، قدرة التيار على التأقلم والانتقال من طرق العمل التقليدية إلى الطرق الأكثر حداثة يلي بتوفرها التكنولوجيا. ثالث عامل نجاح ويمكن هو الأهم هو هالشعور العارم بالمسؤولية الوطنية. أما التقدم المحقق في الأسابيع الماضية فيبرز من خلال سلسلة نقاط أبرزها العيادات النقالة. بالإضافة لموضوع العيادات النقالة يلي بتزور المناطق دورياً، فتحنا إمكانية تلبية اتصالات فردية، يعني أي شخص بيشعر أنه عنده أحد العوارض الممكنة للكورونا بيقدر يتصل بغرفة العمليات، وصار عندنا مجموعة طبية جاهزة بمعنى on call أو guard تتحرك بسرعة وبتزور المريض وبتقدم المعاينة الطبية وفق البروتوكول المعتمد. ومن هنا فتح هلالين على أهمية الرابيد تيست. بهمنا نذكر الحكومة اللبنانية بأهمية اعتماد الفحوصات السريعة، ونحن بالتيار كنا السباقين والكل صار يعرف بالاستحصال على كميات من الفحص السريع منذ بداية الأزمة، وبمساعدة مشكورة من قطاع الانتشار، وكنا ولا نزال ننتظر إقرار البروتوكول لاعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة. النقطة الثانية التي يبرز من خلالها التقدم هي تأمين مستلزمات ومعدات طبية ضرورية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة. قمنا بتوزيع أكثر من 20,000 قطعة من هالمستلزمات. نحن كمان بصدد إطلاق حملة لتصنيع محلي للماسك. من جهة تانية كنا سبق وأعلننا عن قيام مجموعة من المهندسين بالتيار بايوميديكال انجينيرز بالانتهاء من تصميم آلة تنفس اصطناعي بسرعة قياسية. النسخة الصناعية أنجزت وستخضع للاختبار بمختبرات الجامعة الأمريكية ببيروت. 460 غرفة موزعة على 38 مكان هي ما أنجزه التيار لتأمين أماكن للحجر الصحي. كثفنا من اليوم الأول اتصالاتنا بكل البلديات والفنادق والأديرة وأصحاب المجمعات السياحية وغيرهم لتأمين غرف للحجر، وتعاوننا مع نقابة الممرضين والممرضات لوضع بروتوكول بنظم طريقة الحجر بكل الجوانب لحماية المتطوعين والمحجورين وعائلاتهم على حد سواء. هذه الصور تظهر أهمية ما قام به التيار على صعيد التعقيم في مختلف المناطق، ولأن التوعية ضرورية كان التركيز على هذه النقطة في المرحلة الأولى من مواجهة كورونا. وفي مرحلة التعبئة العامة ألقى التيار الضوء على طريقة التحضير للحجر المنزلي، وبعد المعلومات عن ازدياد نسبة العنف الأسري أخذت اللجنة المركزية للمرأة في التيار على عاتقها عقد جلسات إلكترونية ونشرت فيديوهات للتوعية حول الموضوع، وتم أعداد منشورات وفيديوهات عن طريقة التعقيم وأهمية التباعد وغيرها. تتويجاً لهالجهود أطلقنا من حوالي 10 أيام الصفحة الإلكترونية لفريق الاستجابة للكورونا http://covid19.tayar.org. إلى ذلك كله تمت مساعدة 20,000 عائلة بحصص غذائية وزراعية، وهذه المسيرة ستستمر مع الحفاظ على خصوصية الناس وكراماتهم. نجم كتيلي تطرقت كذلك إلى ما قام به المكتب التربوي في التيار منذ اللحظة الأولى لإعلان إقفال المدارس. بمجهود كبير من مجموعة ضمت 50 معلمة ومعلم و15 شخص بين تقني وإداري، تم إطلاق منصة التيار للتعليم عن بعد، وانضم لإلى أكثر من 2300 طالب وطالبة من كل لبنان للحصول على 35 مادة تعليمية خلال 78 ساعة تعليم على مدى الأسابيع 3 الأولى. أما الداعم الأساس لحملة التبرعات المادية والعينية فهو قطاع الانتشار، إضافة إلى تبرعات من داخل لبنان. التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية وغرفة العمليات التي أنشئت والتي تلقت حتى الساعة 1900 اتصال، والمتطوعين والمتطوعات هم دعائم النجاح أيضاً. لأن أزمة الكورونا يلي عم تجتاح العالم واللبنان تدعي للتصرف بحكمة سرعة وفعالية. شباب وصبايا التيار لبوا نداء التطوع للخدمة الصحية والاجتماعية من دون ترك. وفي الختام كان نداء لكل من يستطيع المساعدة ماديا وعينيا أو من خلال التطوع إلى عدم التردد في المبادرة.